يا أبا عمرو، ما رأيك نترك القرية ونسكن في العاصمة؟ لنا بيت في القرية وليس لنا بيت في العاصمة، لماذا نترك بيتنا ونرحل إلى هناك؟ أولادنا يعيشون في العاصمة، حسين يدرس في الجامعة، ومحسنة تدرس في كلية المعلمات، وحسان يعمل في شركة هناك. هل نترك مزرعتنا يا أم عمرو؟ سيموت الزرع والشجر. أنا خائفة على أولادي، الحوادث كثيرة في العاصمة. أنا لا أحب العاصمة، أنا أحب بيتي ومزرعتي. أنا لا أحب العاصمة أيضا، فهناك التلوث والضوضاء والازدحام. وفي القرية الأهل والجيران. هذا حق، ولكنك مريض وأنا مريضة أيضا، نحن نحتاج إلى أولادنا. وهم يحتاجون إلينا أيضا. نبيع البيت والمزرعة ونشتري بيتا في العاصمة. سأطلب من الأولاد أن يشتروا لنا بيتا هناك. جزاك الله خيرا يا أبا عمرو. يا أبا عمرو، ما رأيك نترك القرية ونسكن في العاصمة؟ لنا بيت في القرية وليس لنا بيت في العاصمة، لماذا نترك بيتنا ونرحل إلى هناك؟ أولادنا يعيشون في العاصمة، حسين يدرس في الجامعة، ومحسنة تدرس في كلية المعلمات، وحسان يعمل في شركة هناك. هل نترك مزرعتنا يا أم عمرو؟ سيموت الزرع والشجر. أنا خائفة على أولادي، الحوادث كثيرة في العاصمة. أنا لا أحب العاصمة، أنا أحب بيتي ومزرعتي. أنا لا أحب العاصمة أيضا، فهناك التلوث والضوضاء والازدحام. وفي القرية الأهل والجيران. هذا حق، ولكنك مريض وأنا مريضة أيضا، نحن نحتاج إلى أولادنا. وهم يحتاجون إلينا أيضا. نبيع البيت والمزرعة ونشتري بيتا في العاصمة. سأطلب من الأولاد أن يشتروا لنا بيتا هناك. جزاك الله خيرا يا أبا عمرو. يا أبا عمرو، ما رأيك نترك القرية ونسكن في العاصمة؟ لنا بيت في القرية وليس لنا بيت في العاصمة، لماذا نترك بيتنا ونرحل إلى هناك؟ أولادنا يعيشون في العاصمة، حسين يدرس في الجامعة، ومحسنة تدرس في كلية المعلمات، وحسان يعمل في شركة هناك. هل نترك مزرعتنا يا أم عمرو؟ سيموت الزرع والشجر. أنا خائفة على أولادي، الحوادث كثيرة في العاصمة. أنا لا أحب العاصمة، أنا أحب بيتي ومزرعتي. أنا لا أحب العاصمة أيضا، فهناك التلوث والضوضاء والازدحام. وفي القرية الأهل والجيران. هذا حق، ولكنك مريض وأنا مريضة أيضا، نحن نحتاج إلى أولادنا. وهم يحتاجون إلينا أيضا. نبيع البيت والمزرعة ونشتري بيتا في العاصمة. سأطلب من الأولاد أن يشتروا لنا بيتا هناك. جزاك الله خيرا يا أبا عمرو. شكرا على حسن مشاهدتكم أيها المشاهدون الكرام، ولا تنسى فور لايك، كومنت، شير and سبسكرايب هذه القناة لكي تزدهر هذه القناة لعل مستفادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.